اليوم كان في عنا احتفالية بتكريم عمال النظافة وافتتاح جدارية تكريما لعمال النظافة. العمال أحسن عمال في البلد، لولاهم هم بيشتغلوا بنظفوا كان البلد بتخمش. عن الطابق الرابع يرموا لي زبالة على الأرض، ولما بسألها ليش بترمي زبالة بتقولوا لي ما أنت زبال، يعني شو شغلها يعني بيقولوا يعني خلص يعني يديروا بالهم يعني على النظافة، ويعني إنهم يرموش يعني في الشوارع، يعني يحترمونا ويقدروا العامل يعني ويسووا له يعني هيك كيم. يعني كل المشاركين لاش ننسى حدا، في عنا مؤسسات كثير حاضرة وما بدنا ننسى حدا.